هذه شركة إعلانات، شركة كبيرة جدا ومعروفة في الوسط الإعلامي. نعم. أنت وجه بارز ومشهور، نحتاجك في إعلان قصير 40 ثانية. إعلان بل مئات الإعلانات. إعلان أم فتوى؟ أنت قلت فتوى. هو بصيغة فتوى. يا سلام. إحنا نروج للإعلان عن طريق الفتوى. ما هي الإعلان عن ماذا؟ إعلان بسيط عن السمك. يا سلام، ولا أفضل من السمك. فائدته. تمام. وهل فيها فلوس؟ بالدولة. يا سلام، إذا أتقنت الدور على طول. فتوى عن السمك. عن السمك. مساء الخير. هذا مديرنا. أهلا وسهلا. حياك. تفضل. هذا مدير الشركة، عرفك عليه. أهلا. هذا مولانا الذي بيسوي لنا الفتوى. حياك الله. هذا اللي هذا يفعل. لا 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 لا. ليش؟ لماذا؟ لا لا لا، هذا الوجه معروف. كيف معروف؟ معروف. شفتك أنا كثير بتعلن أشياء ضد منتجاتنا. كيف أنا لا أعلن؟ أول مرة أدخل في الإعلانات. شفتك تقول فتوى إنه السمك حرام، كيف تجي تعلن؟ كذاب لعفك. أنا لا أقول هذا الكلام. أنا لم أقول هكذا. إيش قلت كذاب؟ أنا تعرف من أنا؟ تعرف من أنا؟ لو أنت من أنت ألا تعرف أننا ولي الله؟ أنا مدير الشركة. والله لو أنت مدير عام. تكلم بأدب مع المدير. عيب. طلع برا. تكلم بأدب. أنا مدير الشركة. أنا تقول لي أطلع برا؟ والله لا، أنسفن فتوى واحدة وأنسف شركة الإعلان هذا. آه. إحدى إحدى. أوقع رجال. نحل نحل الخلاف. أوقع رجال. هل أفتى عن السمك أنه حرام؟ لا، بدي أعتذر أولاً. لن أعتذر. أنت اعتذر أنت. أنا مدير الشركة، أنا اللي بجيب لك الفلوس. أنا ولي الله. أنا اللي بجيب لك، أنا اللي بدفع لك الفلوس. أعتذر. حتى لو تدفع أنا سأخذها بالصميل. راجع نفسك. ألا تنظر إلى هذا؟ أصبحت ما عاد لها أي قيمة. عند الحل الوسط. انسف لنا. أنا لم أقول هكذا. انسف لنا الفتوى السابقة. أنا لم أقل. قال وأنا شفت المقطع. أكتب. كذاب. والله 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 لم أقل. سنشاهد. نشاهد إذا موجود. فوجب عليك أن تنفي الفتاوى السابقة. أين؟ الشيخ العلامة معرجاني يفتي بتحريم السمك. تحريم السمك. أنا؟ نعم. نعم. ظهر. نشاهد. نشاهد. شوف. أكل السمك حرام، أكل السمك حرام إلا الذي بهاقي، الباقي كله حرام، أكله حرام وشربه حرام حرام حرام. أو والله لس فتشوب فتشوب فتشوب. صوتك وصورتك والله يشبهني. صحيح. والله أنا صوتك وصورتك. أنت بذاتك وأنت إنسان متلون. بعض في كتبنا، في كتبنا بعض الكتب تقول هكذا، ولكنني سأنسف أبو هذا الفتوى. لا يصلح أن تأخذ عالم آخر. لو أخذت عالم آخر فيكون هناك جدل، والجدل سيسبب إلى أن السوق السمك سينخفض. هذا هو. لذلك يجب أن أنسفها أنا. شوف اسمع الفتوى، اسمع الفتوى. صور صور من عندك. صور شوف كيف. خرجت لي فتوى معينة أن السمك حرام. يتناقل اليوتيوب أن السمك حرام، وأنا أقول أن هذا في كتبنا، وبعض الكتب لا يجوز أن نتداولها في كتب الشيعة، ولكن الله تعالى ما قال غير كلام الشيعة. قال أحل لكم صيد البحر، أي كامل الصيد. فمن نصدق كتب الشيعة أم الله سبحانه وتعالى؟ نصدق الله. فما في البحر حلال، وبالذات رأيت في المنام أن المهدي جاءني وقال أنك إذا أكلت سمك من مطعم البحار، مطعم البحار أو شارع الأهرام، فإنك بهذا ستدخل الجنة. جدا راحت الفتوى السابقة. خلاص شفنا الثاني. ثاني ماذا؟ أي ثاني؟ نريد أن نعلن الآن. معنا إعلان آخر. أنا لماذا أتيت إلى هنا وتركت محاضراتي ودعواتي إلا من أجلكما؟ موضوع بسيط، موضوع بسيط. وأنت شيخ كبير على الهمبرجر. ما هو الهمبرجر؟ ما هو الهمبرجر؟ ماذا تقول؟ قلت لي موضوع همبرجر بسيط.
أيوة نعم وأنت شيخ كبير. أيوة نعم وأنت ما صار. هو ما فهمني هذا الهمبرجر يعني أكلة معروفة. أيوة خبز وفي الوسط ماذا تريد أن أعمل؟ إعلان سأفعل له إعلان أنا لأن شيخ كبير تعلن على أنا أتفه من ما تتخيل وأبسط من أي شيء. هذا الهمبرجر تشرح إيش مكوناته. الحمد لله أنا لم أذكر الهمبرجر في لك في مرة. لا 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 أقول رجرجة لو فتوى ضد الهمبرجر. أنا والله والله ورب الحسين لا تحلف. أنا رأيت المقطع بعيني. كيف تحلف؟ والله أنني لم أخذ والله أنني لم أخذ نبحث ورب الحسين لا تحلف وبزينب الفاطمة لا تحلف وبالكتاب المسجد. شغل العلامة معرجاني يفتي الهمبرجر تحليم لا تكتب العلامة موجود كذاب موجود اتفرج شوف نشاهد. الهمبرجر حرام محرم. همبرجر معناها الموت للشيعة. أوه. فهذا حرام في جميع كتبنا. قال أنا والله لا أعلم ماذا شربوني في بعض الأوقات. أنت تعرف بالفتاوى حشيش والله ما أدري أن فتشوف ما هو فتشوف لذلك نشوف لا, تلا... لا والله أنا نبحث هل ستنقض الفتوى هل داويها بالتي كانت هي الداء انسف الفتوى. انتظر إذا كان أداءك قوي في نقض الفتوى الأولى وإثبات فوائد الهمبرجر ممكن. بسم الله لحظات انتشر انتشرت واحد انتشرت لي فتوى عن الهمبرجر أنها وأنا أقول هذه خزعبلات الشيعة لا تنظر. هناك كتب كما ذكرت أن هناك كتب تحرم وكتب تجرم وكتب تفرم وكتب تفرم وكتب تفرم. هنا سأتكلم إلى أن الفتوى وهي أهم شيء الهمبرجر كما جاء في كلام المهدي عندما وجدته وقال لي وجدته شخصيا وقال من أكل خبزا على خس على لحم مفروم دخل الجنة. والمايونيز يعني ضيعته وكما جاء في كتاب أن المعصوم جعفر الصادق قال من مينزها مينزها أي ضربها بمينز شيشة وكتشب. أيوة حسب الطلب. وكما جاء للباغر أنه من كتشب وشطشط فكأنما يا زار الحسين شرائح الجبنة. وكما جاء في كتاب المفلطحات لشرائح الجبنة أنها يجب أن تتدغز في الهمبرجر. ومعنى همبرجر لا تصدق الفتوى الثانية معناها النصر ثم النصر ثم النصر للشيعة. اللحن أن همبرجرين يا با أنا همبرجرين يو همبرجرين. وهذا هو الهمبرجر الحقيقي. استمتع أكثر 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 أزيد أكثر متعة أكثر أكثر كل بهوى جميل دخل الجنة. أحسنت تمام. خذ خذ هذا. شكرا لك شكرا لك. مش لذيذ مش لذيذ ها مش لذيذ. مش قلت الناس لذيذ هذا مش هذا ليس همبرجر. الله لا وفقكم على العموم. بالنسبة للعلاج الثالث الحساب باقي ثالث. لا 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 بس ما ينفعش ما ينفعش مستحيل يعني مستحيل. هنا يوجد لك همبرجر زنوميز. خلاص الله يفتح عليك. الثالث قال هذا باقي ثالث. بس ما ينفعش ما أنا باجيبك. ما ينفع. قبل الفتوى الأولى ينقض الثالثة. ليش ما ينفعش؟ ليش؟ والله أنا أعرف. يعني حاجة خطيرة. الموضوع سيئة جدا. بالنسبة لك أنت. الخمر على طول أنا أديلك فجوة على الخمر. لا لا لا. الحشيش على طول. شيء من عقائدك ومن من من شعاراتك. كله ننسف أبوه في فلوس. نشتي إعلان على البضائع الأمريكية. كنت على البضائع الأمريكية حياتي. أنا أم أمريكا هي أمي ولكنها لم ترضعني. أرضعتني على فكرة. دائما تسبوها وتشتموها. والله أنني أذكرها في الشعار على استحياء في فلوس.
أيوة أيوة أكيد. بالدولار هذا الفلوس. ولا يهمك أنا. أمريكي دولار. أمريكي. يعني حتمدح أمريكا. والله. أمريكا هي الحياة إذا سللت. هي كما جاء في. خلاص يلا. توكل على الله بس. طبعا الحمد لله لم أذكرها من بالبتة هذه البضائع الأمريكية ومقاطعتها. الحمد لله أول مرة هذا عن البضائع الأمريكية. نضيف شعاراتكم. ها؟ ممكن نضيف حتى الإسرائيلية البضائع. ممكن الإسرائيلية كمان. ها؟ والإسرائيلية. ما في أي مشكلة. الحمد لله. وبعدين أذكرك إنه ما فيش لي أي مقطع في اليوتيوب منتشر على اسمه هذا. المنتجات على المنتجات لا بس في شعاراتكم وحوزاتكم وكذا والله ما أصبحت من عقائدكم هذه ما بس شوف ادخل ادخل اليوتيوب ادخل هل في هل يعني المنتجات الأمريكية ما هل ما أعتقد مهرجاني لا تكتب مهرجاني يا الله يا الله يقاطع البضاعة لا 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 موجود والله نظيف والله ما قد رأيت متلون زيك لم يشتم بكلمة والله لا لا افتح 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 في الشاشة افتح في الشاشة افتح افتح موجود اوه المقطع الأول وصل ترند قاطع المنتجات الأمريكية مقاطعة بتة ولما لم يقاطعها فإنه فليتبوأ مقعده بجوار يزيد ومعاوية مقاطعة 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 والله ما أدري إيش بيشربوني أنا والله أنا آسف بس ولكنني سألي والله لأنسفن هذا المقطع سجل صور سأنسفنه نسفا كما نسفا لا بس لأن المقطع قوي هذا عجل السامري هذا في توعية ما يأكل ولا الأشياء الأمريكية على المفروض أنه المنتجات الأمريكية هكذا أيوة يعني إن أحسن منتجات وأنها أحسن منتجات عادي لهم برجر في فيلك في عادي 3-2-1 يلا إننا تكلمت وكما انتشر مقطع علي في 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 اليوتيوب أننا نقاطع وقلت فيه قاطع على البضائع إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع بعقله إذا قاطعنا المنتجات الأمريكية معناها سنقاطع الموبايل سنقاطع الكهرباء سنقاطع العدادات سنقاطع الشعلات سنقاطع وهذا معناه أننا سنقاطع الحياة فهذا الكلام الذي انتشر في اليوتيوب أن قاطعوا كلام ليس مسؤول وهو من كتب الشيعة وأنتم تعرفون كتبنا كيف هذا يقول تمام هذا فأنا لن أعتمد على كلام في فلوس كثير عن الأجر الذي يحصل للذي كما جاء في المهدي زارني المهدي زارني المهدي وقال لي وهو في سيارة فورد أمريكي وفي يده دولارات دولارات استرليني جنيه ين بورس فقلت ما هذا فكانت دلالة واضحة أن نستخدم فقال لي المنتجات وقال هكذا المهدي رضوان الله عليه وعجل الله فرجه هذا الذي قال لي أن أعلن عن والبضاعة لا تقاطعوا لا تقاطعوا وإن كنتم ستقاطعون أمريكا قاطعوا أما البضاعة نو وكذلك الإسرائيلية إنها بضاعة جيدة معنا المفارش بس جملة بالإنجليزي This orphan, this eye, kill this shit. You know that this is Java. This is a mumvirvias line. Ha! Be, مفهوم الكلام. This is orphan. مقاطعة. No, no, no. America. ترجمة. آه. هنحط الترجمة. الترجمة. إيش؟ هنحط الترجمة. هنحط الترجمة. لا هذا ما لك دخل هذا. ما عليك أنتو. This is yes. أحسنت. 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 الفلوس. أحسنت. أحسنت. وين الشيك؟ الشيك موجود. أبان سلم الخادم من عند الحسابات. توصل على طول الآن بتصلوا. بس ما تحس بإحراج إنك تنقب وتفتي وتنقب وتفتي. هذه ما فيش عندي مشكلة مش الفلوس. زي الوضوء. يلا مع السلامة. أخذت عليه تعهد إنه. تعهد ينقضش الفترة. ربما ينقض بعد شوي. ما أخذت. ولا حاجة. لو قلت لوني بسرعة دي حاجة. لا لا لا.